بسم الله، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. اليوم نهار زوين وكل شيء زوين إن شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم وصفة واعرة، حريشات نتاع الشعير تيجيو زوينين، تيجيو بنانين بالزيتون والزعتر والعسل، تيجيو واعرين. دابا غادي نوريلكم الطريقة كيفاش تيجيو هشاش وتيجيو زوينين. يلا دوزو معايا نوريلكم المقادير. هانتوما شريت عندي نص كيلو نتاع التشيشه نتاع الشعير البلدي، شديتو قيتو غربلتو من النشا. هذا تيكون ملي تيكون كحلاكه، هذا بلدي. كاين الرومي تيكون ابيض تاع على برا، وانا تنا اكثريه تتعجبني التشيشه نتاع سميتو. تنطيب الماء، انا طيبت الماء، نخليه سخون، باقي ما سخون، الماء يكون طايب، الماء مزيان. وغادي نشدها وغادي نشللها بالماء طايب، نكب عليها الماء طايب، لان هي غليظه ضروري خصها الماء طايب وتشلل مزيان. غادي نشللها وغادي نصفيها مزيان، غادي نصفيها شويه تشرب شويه الماء سخون ما طايب. وغادي نرضعه ثاني سميتو كفتيره، حنا تنقول سميتو نطيبو. وعاوتاني ها انت، انا جبتها صافي، انا جبتها صفيتها. دابا غادي نكب عليها عاود الماء طايب، غادي نكب عليها الماء طايب هكذا حتى نخليها نسدها على وجهها هكذا، ما صافي نحدها هكا على وجهها تتغطى. وغادي نخليها الليله كامله، الليله كامله بايته باش تطلق. غادي نجيب السلوفان نغطيها، انا حيدتها، هيا بيت الليله كامله عندي. غادي نجيب الطحين، عندي الطحين تاع الشعير، وكاين اللي غادي يخلطها بالطحين تاع الزرع. انا لا جبت الشعير نيت بلدي مطحون بحال شكل فرصه، هو معايا. كاين عندي الزعتر، وعندي الزيتون قطعته صغير، وعندي الزيت البلديه، وعندي شويه د العسل، عندي العسل نتاع الليمون حنا تنقولوا الحامض. غادي نشد سميتو، نشد الطحين تاع الشعير، وغادي نخلط هاد التشيشه، هاد السميده هادي، نخلطها مزيان باش تخلط تندمج مع السميده. المهم غادي نخلطها على حساب سميتو، منين فزقات على حساب الماء. غادي نزيد لها لا ما لا والو، غير هذاك الماء اللي فزقات به صافي. هي هذيك غادي نخلطها، بان صافي ولات رطبه بزاف، ولات معلكه ديك السميده تعلكات. ولكن خليوها الليله كامله، غطيوها وخليوها الليله كامله تفزق، بان تتعطل في الفزاق. وكثر هاد السميده البلديه الشعير زوينه، عرفتي راه تنديرها سيكوك، كسكسو نتاع سيكوك، والله الا تجي واعره وبنينه. هانتوما نخلطها كامله، هذا راه الطحين، عرفتي الطحين شحال زوين. عاوتاني تعجنو خبز تاع الشعير صحي، والله الا صحي بصح. انا والله الا هنا الشماليين روافه تياكلوا غير سميتو غير الشعير، اكثريه الخبز ديالهم الشعير، وتيتمشى عندنا هنا الشعير بزاف، الناس تتشريه بزاف. انا درت شويه د الملحه على حسب الذوق كل واحد، انا ما كنتش غادي ندير الملحه، والزيتون راه فيه الملحه قطعته رقيقه. هو غادي نشد السعتر ولا سعيطره، وبغيتو ديروا فيه سميتو الجلجلان، الزرارة عملوه، زريعه الكتان الا بغيتو ديروها، انا ما بغيتش نديرها. ديروها زعما دوك الزرار تجي واعره، تجي هاد الحريشه. هاي انا غادي نخلطها مزيان بهاد الزويته، مزيان عرفتي النسمه السعتر تطلع فيها زويونه، الزيتون تيعطيها المذاق. ديروها بالزيتون عرفتي تجي واعره. هانتوما دابا غادي نغطيها، نخليها حتى شويه تطلع مع كاين اللي بغيتي تخليها تخمر. دابا صافي غادي نجيب المقله ديالي، تا هي لا سميتو ارتاحت. هاد الطحين، هاد السميده جبت سميده رقيقه، ولكن سميده رقيقه نتاع روميه، ماشي بلديه بحال اللون اللي درت. ها هي وخلطت معاها شويه هاد الطحين باش تلصق بينا. ملي تتكون السميده ضروري خصك دير تخلطي الطحين والسميده رقيقه. انا غادي نشد هادي سميتو نلويها بحال شكل العجينه كويرات، غادي نلويهم باش غادي نديرهم خبيزات صغيورين، و
وصافي رشها على البوطه ناقصالها، والمقله دهنتها بزويته مع عندي هاد المقله زوينه تطيب ليا، عندي هاد المقله عزيزه بزاف عندي قديمه، وراه عندي المقله نتاع الضو والله ما تنطيب فيها وتطيب لي زوين، ولكن تتعجبني هادي. غادي ندور المقله راه تتهز بزاف، تهز لي 5 ولا 6 ندورهم كاملين. انا دورتهم تنقادهم، كان عندي سميتو المول ولكن ما بقاش عندي، تنبقى نخشيها فيها وصافي. طيطلعوا دابا هما طيبين، طيبوا ناقصه عليهم غير بشويه عليهم، بان السميده تطبغي طياب. هما دابا قلبتهم، زدت وحده درتها في الوسط، تيجيو زوين والله الا طلقوا نسمعها نتوما. شوف كيفاش جاو، والله الا جاو واعرين بصحتكم وراحتكم، ديروا الطريقه ديالي تيجيو زوينين. يلا بسلامه، الفيديو ثاني.